الاهلي. والحقيقه كمان في هذه اللحظات انا لابد ان انا اكون معايا طبعا واحد من رموز النادي الاهلي اللي اكيد بنقول له طبعا يا كابتن شطه بنرحب بيك، ويمكن تواجدك مهم جدا داخل قلب الجزيره، مهم ورسم مستقبل النديك ده شعار بالنسبه للنادي الاهلي. حابب تقول على اليوم الرائع والمميز ده وشايف اليوم النهارده ازاي يا كابتن؟ اهلا وسهلا. طبعا انا حقيقه بحيي الجمعيه العموميه، انا بحضر الجمعيات العموميه من سنه 76، ما فوتتش ولا جمعيه عموميه الحمد لله. فوجودنا في الحاجه في يوم التصويت ده مهم جدا، عشان لازم احنا نبدي راينا وندي صوتنا ونشوف بقى النادي ده يعني اللي بيديره جمعيه عموميه من خلال اختيار مجلس قوي يستطيع ان يدير هذا النادي الكبير الضخم بهذا الشكل. هي النجاحات الكبيره اللي معموله في فتره كابتن محمود الخطيب يعني لا ينكرها ابني ادم حد، وهي بالاحصاءات وبالارقام موجوده فيها يعني النجاحات باهره في حاجات مجالات، حتى مجالات الكره ومجالات الانشاءات ومجالات الحقيقه الشركات التي انشئت وكل الامور الخاصه الحقيقه. يعني الحقيقه يعني وجود الحقيقه كابتن محمود الخطيب على راس القائمه بتاعته والمجلس يعتبر نجاح كبير جدا للنادي الاهلي، واحنا كلنا طبعا بنقف مع كابتن محمود الخطيب لانه هو استطاع حقيقه بخبرات كبيره جدا ان يدير هذا المكان بشكل جيد جدا مع حقيقه جهاز تنفيذي ومجلس اداره على 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 اكثر يعني درايه بالخبرات اللي موجوده فيه. وحقيقه بحيي جميع الامميه، انا كنت فاكر الاعداد حتى قل بصراحه، قلنا بقى خلاص الانتخابات محسومه، ولكن حقيقه وجود كابتن محمود الخطيب النهارده من الساعه 8 صباحا شيء يدل على انه حريص جدا على انه جميع العموميه للنادي الاهلي تتواجد بكثره، لانها هي اللي بتختار وهي التي بتسير هذا النادي الكبير. فيعني اتمنى انه الاعداد تتعدى 30,000 ان شاء الله، وربنا يوفقنا جميعا في الفتره القادمه دي ان يكون هناك تواجد لاعضاء الجمعيه العموميه بشكل كويس، عشان يعني هذا نجاح للمجلس السابق، وان شاء الله نتمنى التوفيق للمجلس القادم باذن الله. علاقة طيبه كمان يا كابتن شطه بين كل المرشحين الحقيقه، في البدايه شفنا كل الناس بتسلم على بعض، لان النادي الاهلي هو الهدف والنادي الاهلي هو النجم، من يكون يمثل النادي الاهلي ده اختيار الجمعيه العموميه، بتشوف الامر ده ازاي يا كابتن شطه؟ والله دي طبعا حاجه يعني بيتميز بها النادي الاهلي الحقيقه، ما فيش خصومه، لا يوجد خصم موجود، حتى الناس اللي موجوده كلها في الاعضاء وخارج المجلس السابق واللي خرجوا من المجلس السابق نتيجه انهم هم بيعطوا فرص اخرى او هم عندهم ظروف منعتهم منه يحضروا، ولكن تواجدوا في الندوات وتواجدوا في النادي بشكل كبير جدا، وهم طبعا ده يوري قد ايه النادي الاهلي نادي مترابط، نادي الاخوه فيه قويه جدا والصداقه والزماله. وان شاء الله انا متاكد كل الذين يعني هينجحوا هيقولوا يعني هيقولوا للي خسروا هارد لك، واللي خسروا هيقولوا للناجحين جود لك، لانه النادي الاهلي طول عمره مبني على هذا الاساس، وان شاء الله جميع ناجحه جدا، واتمنى يعني ان يكون هناك نجاح لها لحد نهايه التصويت ان شاء الله. شكرا جدا. نشكر اكيد الكابتن شطه طبعا واحد من رموز النادي الاهلي الحقيقه، ويمكن كمان يا كابتن هيثم زميلي امير هنستمر معاكم لان الحاله مميزه جدا، اعضاء الجمعيه العموميه بتتوافد بشكل كبير، يمكن على ما اعتقد الرقم لو ما كنتش انا طبعا مركز بشكل كبير 36993 ده كانت 36,000 طبعا 993 كانت السابقه الانتخابات السابقه، بنامل الرقم ده يكون موجود او اقل بسيطا لان ده اللي احنا شايفينه.